بالحبر الجديد طوفان الأقصى أهلا بكم وفي اليوم الواحد والتسعين بعد المئتين للإبادة الجماعية الموصوفة التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الصامد مثقلا بدماء شهداء غزة حط بنيامين نتنياهو في واشنطن مواعيده غير نهائية بعد مع كل من بايدن ونائبته وترامب وفيما يشبه استفاقة ما قبل الرحيل أعلن الرئيس الأمريكي نيته إنهاء الحرب في غزة فماذا في خلفيات زيارة نتنياهو الأمريكية؟ وماذا في مجمل تطورات المشهد الفلسطيني؟ وهل من تبعات لقرار الكنيسة الإسرائيلي تصنيف الانروا منظمة إرهابية؟ والأهم ماذا يخبئ ميدان غزة للمقبل من الأيام؟ مشاهدينا الكرام نناقش كل هذه النقاط وسواها مع ضيفنا لليوم من الناصرة أستاذ الدراسات الشرق أوسطية في جامعة حيفا الدكتور محمود يزبك دكتور أهلا ومرحبا بك لكن كالعادة مشاهدينا البداية تكون مع مراسلينا في الميدان ونبدأ من جنوب لبنان مع الزميلة فاطمة فتوني فاطمة آخر التطورات على جبهة الإسناد اللبنانية نعم ملحم هدوء حذر يسود هذه الجبهة منذ ساعات الصباح الأولى أو منذ فجر اليوم بعد اعتداءات إسرائيلية شنتها الطائرات الحربية الإسرائيلية الليلة الماضية باتجاه بعض البلدات الجنوبية ويخرق هذا الهدوء بين الحين والآخر الطائرات الحربية التي تحلق على علو منخفض فوق شمال فلسطين المحتلة والجولان السوري المحتل يمكن وصف هذا الهدوء بالمؤقت في ظل استمرار يوميات المواجهات بين المقاومة وقوات الاحتلال الإسرائيلي وفي ظل أيضا استمرار عمليات المقاومة باتجاه مواقع الاحتلال الإسرائيلي تلك التي تأتي عمليات المقاومة تلك التي تأتي ردا على الاعتداءات الإسرائيلية أو تلك الداعمة لغزة من جبهة الإسناد يوم أمس أدخلت المقاومة مستوطنة جديدة إلى دائرة الاستهداف وأصبحت ضمن المستوطنات التي أدخلتها المقاومة مؤخرا على هذه الجبهة ردا على الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت مناطق مدنية تحديدا بلدة حنين التي تبعد عن حدود حوالي خمسة كيلومترات استهدفت المقاومة مستوطنة سورنيال التي تبعد عن حدود حوالي سبعة كيلومترات. ردا على الاعتداءات الإسرائيلية. التي طالت هذه البلدة لابد أن أشير إلى أنها للمرة الأولى تستهدفها المقاومة بالإضافة إلى تركيز المقاومة على استهداف مبان يستخدمها يستخدمها جنود الاحتلال الإسرائيلي في كل من مستوطنة المنارة وأيضا لمطلي استهدفت المقاومة مستوطنة المنارة مر منارة مرتين متتاليتين ردا على الاعتداءات التي طالت بعض البلدات الجنوبية كذلك كانت العمليات الداعمة لغزة حاضرة في ميدان جنوب لبنان حيث ركزت المقاومة ومع استهداف التجهيزات التجسسيه في موقع الراهب اضافه الى هذه التجز... التجهيزات التي كانت التي ثبتها الاحتلال في موقع الرادار في مزارع شبعه كذلك دشمه رئيسيه التي كان يتحصن فيها جنود الاحتلال الاسرائيلي في موقع الملكي مما ادى الى تدميرها واندلاع النيران داخل هذا الموقع أيضا المقاومه مستمره في هذه العمليات الداعمه لغزه والتي تاتي ردا على الاعتداءات الاسرائيليه على صعيد الاعتداءات الاسرائيليه كان اخر الغارات التي شنتها الطائرات الحربيه الاسرائيليه باتجاه بلده عيت الشعب وحوله كذلك قصف مدفعي باتجاه بعض اطراف بعض البلدات الجنوبيه بيت ليف راميه اضافه الى الخيام وكفركله ايضا التي قصفها الاحتلال الاسرائيلي بقذائف فوسفوريه مما ادى الى اندلاع النيران فيها، نحن نتحدث عن تطورات ميدانيه تشهد هذه الجبهه في الاونه الاخيره تحديدا مستوطنات ادخلتها المقاومه الى دائره الاستهداف ردا على الاعتداءات الاسرائيليه بالاضافه الى عمليات باتجاه مستمره باتجاه الحافه الاماميه تحديدا باتجاه المواقع الاسرائيليه المتواجده على طول هذه الحافه الاماميه لابد ان نشير الى ان الهدوء الحذر الان على هذه الجبهه لا يشمل الحاميه مواقع حاميه حاميه المواقع الاسرائيليه في في الخطوط الاماميه الذين يتحصنون داخل دشم وتحصينات وهم ينتظرون صاروخ من هنا او بركان من هناك وهم يعيشون حاله الارباك والقلق وهذا ما تعكسه تصريحات اسرائيليه نحن نرصدها في الايام الماضيه اضافه الى المشاهد التي نشرها الاعلام الحربي للمقاومه يوم والتي تحمل رساله قويه للاحتلال الاسرائيلي قوه هذه المشاهد تتمثل بانها تحمل مشاهد حيه من الميدان وتحديدا من ميدان المواجهات التي دمرت المقاومه عدد من دبابات الاحتلال في الاونه الاخيره هنا عند الحافه الاماميه كان اخرها الدبابه التي دمرها دمرتها المقاومه في موقع حدب يارين وكان جيش الاحتلال قد اعلن عن مقتل جندي متاثرا بجراحه من جراء اصابه دبابه بصاروخ موجه من لبنان اذا نحن نتابع التطورات الميدانيه التي قد تحصل على هذه الجبهه ونحن امام يوم جديد من المواجهات شكرا جزيلا لك فاطمه فتوني في جنوب لبنان ومن جنوب لبنان مشاهدينا نتحول الى قطاع غزه معنا من خان يونس الزميل اكرم دلول ليطلعنا ايضا على اخر المستجدات في القطاع مع مواصله قوات الاحتلال الاسرائيلي ارتكاب المجازر لا في خان يونس اليك اكرم ضعنا في الاجواء الان في القطاع بشكل عام كيف تبدو يعني الاجواء بالفعل بالقطاع ما زالت على ما هي عليه لكنها ما زالت تزداد توترا وتفاقما هنا في مدينه خان يونس ملحم على وقع الغارات وعمليات القصف الاسرائيلي المستمر ربما الان مركبه يعني اسعاف جديده تاتي من بعض المناطق في خان يونس خان يونس ما زالت عرضه للقصف من الجو ومن البر الدبابات الاسرائيليه ما زالت متمركزه في بلده بني سهيله بالقرب من دوار العالم وهناك اشتباكات كبيره تجري مع المقاومه الفلسطينيه وهذه الاشتباكات تسمع من هذه المنطقه على اعتبار ان بني سهيله ليست ببعيده كثيرا عن مشفى ناصر الذي نتواجد فيه. جيش الاحتلال ما زال يرتكب مجازر بحق عائلات باكملها وفق الانباء، هناك اعداد كبيره من الشهداء لم تتمكن بعد سيارات الاسعاف من الوصول اليهم على واقع القصف الاسرائيلي والاستهداف الذي لم يستثني كما هو معروف سيارات ومركبات الاسعاف وطواقم الدفاع المدني. الحديث يدور عن اباده لعائلات باكملها في المناطق الواقعة بين بني سهيلة وعبسان الكبيرة هناك عائلات عديدة تحاصر منذ الليلة الماضية وحتى الآن المشهد الإنساني بالتأكيد في المقابل ما زال مشهدا قاسيا عشرات ألاف النازحين باتوا ليلة صعبة وقاسية في الشوارع هنا في مدينة خان يونس لا يوجد مكان آمن لا يوجد متسع لهؤلاء كي يذهبوا إليه منطقة المواصي فيها أكثر من مليون ومئة ألف نازح يقيمون هذه الخيام التي بالمناسبه تعرضت صباح اليوم الى القصف بالزوارق الحربيه، حتى الان وفق وزاره الصحه هنا في غزه 31 او 81 شهيدا عفوا من تم انتشالهم من مناطق الاستهدافات الاسرائيليه في خان يونس وهناك اكثر من 250 اصابه. العدد الأكبر من بين الشهداء والجرحى هم من النساء والأطفال، جيش الاحتلال خلال الساعات الماضية في إطار مساعيه لتضليل العالم ارتكب مجزرة كبرى بحق المواطنين لا سيما أولئك الذين كانوا قد عادوا إلى منازلهم في المناطق الشرقية من خان يونس هذه المنازل المدمرة وبالتالي أقاموا خيامهم فوق ركام المنازل المدمرة جيش الاحتلال كي يغطي على هذه الجريمة أو يوحي للعالم بأنه أمهل السكان يعني الوقت الكافي للاخلاء اصدر اوامر اخلاء فوريه لم يمهل المواطنين يعني حتى ولو دقائق معدودات نحن في الميادين كنا سباقين ومتواجدين الى جانب الناس في المناطق الشرقيه من خان يونس فور اصدار الاوامر الاسرائيليه بدات الغارات ووثقنا بالتاكيد بالميادين هذه الغارات وبدات هذه الغارات تطال المنازل المشردين النازحين الذين خرجوا يعني حفاه هربا من م. هول القصف الاسرائيلي الذي لم يوفرهم للاسف الشديد، الحديث يدور عن يعني اعداد كبيره كما من الشهداء وربما تتضح الصوره اكثر بعد الانسحاب الاسرائيلي الغارات الاسرائيليه وعمليات القصف بدات تطال مناطق اكثر عمقا في خان يونس هذه المدينه التي تتكدس يعني الاعداد الاكبر من النازحين في قطاع غزه هي اليوم تاوي اعداد ربما اكبر من اولئك الاعداد الذين كانوا في رفح على اعتبار ان سكان خان يونس الان هم في المدينه وكذلك من كان في رفح ذهب الى خان يونس نعم. وايضا من تم تشريده من مناطق في وسط القطاع ذهب الى خان يونس التي بالكاد تجد يعني موطئ قدم لك كي تتجول نعم. في حواراتها وشوارعها لا سيما المدمره، المشهد هنا في خان يونس قاسي وبالتاكيد في رفح يعني اكثر خطوره على اعتبار ان الغارات الاسرائيليه والعدوان ما زال مستمرا على رفح تم انتشار عدد من الشهداء صباحا من منطقه حيتا للسلطان التي تشهد قتالا كبيرا بين المقاومه والاحتلال الاسرائيلي صباحا دوت صافرات الانذار فيما يسمي بالغلاف الجنوبي لقطاع غزه المستوطنات والمواقع العسكريه بعد ذلك تبين ان سرايا القدس قصفت موقعي صوفا وكرم ابو سالم العسكريان بعدد من قذائف الهاون وكذلك رشقات صاروخيه في وسط القطاع هناك شهداء وجرحى في القصف الاسرائيلي الذي طال منازل في دير البلح والنصيرات والبريج وكذلك في مدينه غزه وشمالها وتحديدا مخيم جباليا لا. هناك 16 شهيدا على الاقل تم انتشالهم بفعل عده غارات طالت عدد من المنازل المدنيه اكرم دلول مراسل الميادين في خان يونس شكرا جزيلا لك مشاهدينا نتحول الآن إلى بكين حيث ينضم إلينا من هناك عضو المكتب السياسي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين سيد مروان عبد العال خاصة أن الفصائل الفلسطينية في اجتماعات الآن في بكين برعاية وزارة الخارجية الصينية لإنهاء الانقسامات الداخلية وسيد مروان أهلا ومرحبا بك إذا اعلان بكين ما اهميته وما تفاصيله وهل فعلا نحن سنكون مقدمين على مرحله جديده فيما يتعلق بالعلاقه بين الفصائل الفلسطينيه يعني اعتقد ان الاعلان يبشر بمرحله جديده على الاقل بالبنود والنقاط التي تم التطرق لها وتم تضمينها هذا الاعلان وخاصه ان كل قضايا الخلاف قد قد طرحت وتم نقاشها ولا شك انه ايضا التحديات الكبيره التي تواجه الشعب الفلسطيني واضف الى ذلك انه يعني الدور الكبير الذي لعبته جمهوريه الصين الشعبيه في هذا المجال وحاله الحرب المستمره والاباده التي تجري والتي تطرح اسئله كبيره على يعني الواقع الفلسطيني وخاصه اننا جميعا مقدمين على تطورات هائله يعني اذا هذا الموضوع الواضح انه يعني الاعلان هذا البيان على الاقل بالنقاط التي وردت جميعا كانت تحتاج الى نقطه مفصليه وهذه النقطه تم تثبيتها وهي المساله المتعلقه في التنفيذ دائما نحن كنا نكون امام بيانات ولكن يعني النقاط الاخرى ما بعد البيان التي هي اساسا مقياس لهذا النجاح او الفشل كانت تجد عقوبه يعني عقبات كبيره وكان يبقى البيان بيانا الان طيب. هناك حديث عن يعني على الاقل فتره زمنيه عن مسائل تنفيذيه عن استراتيجيه تنفيذ وتطبيق ما يتم الاتفاق عليه. طيب سيد مروان يعني حصلت لقاءات في مصر، لقاءات في بيروت، لقاءات في موسكو، لقاءات في اكثر من يعني دولة حول العالم ولكن في نهاية المطاف لم يتغير شيء والانقسام الفلسطيني الفلسطيني بقي على حاله. هل هناك شيء مختلف الان فيما يتعلق باجتماعات الصين في اعلان الصين ام الامر سيكون مشابه للاجتماعات التي جرت في دول اخرى؟ هل الموضوع فقط متعلق بالبند التنفيذي الذي تحدثت عنه سيد مروان قبل قليل ام ربما وما يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لا. تتعلق يعني ب يعني نوايا الفصائل الفلسطينيه مقابل بعضها البعض. لا صحيح يعني عندما نتحدث بالمساله التنفيذيه فالقضيه متعلقه بالاراده يعني اراده على تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه. الان هناك نقاط متطوره بشهاده الجميع. ان هناك نقاط مختلفه تماما عن البيانات السابقه التي جرت وبالمناسبه لم تلغيها يعني اساسا هذه القضيه بحكم التعقيدات وانها قضيه مركبه وفيها العديد من الـ يعني الـ الاثار التاريخيه التي تركها الانقسام على الواقع الفلسطيني وتعقيد المشهد السياسي هي مساله تدريجيه يعني كل في كل مره كان يتحقق خطوات الى الامام لكن كان دائما يعني تصطدم بهذه العقبات الان يعني اولا في هناك تحولات كما قلت تجري وقد تجري على مستوى العالم يعني بشكل عام وايضا الاباده التي تجري للشعب الفلسطيني يعني اذا كان 40 الف شهيد لم يعني يستطيع ان يحققوا يعني توحيد الواقع والساحه الفلسطينيه فما الذي سوف يقوم بتوحيد هذا الساحه وال ولذلك نوقشت قلت كافه القضايا يعني التوحيد رؤيتنا الكامله ورؤيتنا الكامله لمساله الاباده والقضيه الاخرى المتعلقه باعاده يعني بناء البيت الفلسطيني والمؤسسات الفلسطينيه وتشكيل قيادي والقياده ايضا على الاقل يتم تشكيلها كمرجعيه للفلسطينيين في مرحله مؤقته في مرحله انتقاليه لأن إحنا امام يعني تطور الواقع على الارض لذلك يجب تدعيم كل اشكال هذا البناء لخدمه المقاومه اولا أو واخيرا نحن سنقف امام الاباده والتهجير وكل هذه السياسات التي تحاول يعني اسرائيل ان تقيمها والان نحن يعني كمان امام تقدم على صعيد المقاومه وعلى صعيد الانتصارات التي حق... تحققت ومنها الان يعني محكمه عدل دوليه تعتبر ان اسرائيل دوله والاحتلال مساله غير شرعية والاستيطان غير شرعي وبالتالي علينا ازاله هذا الاستيطان آه. يعني يجب ان لا نختلف عن الوسائل هناك وسائل مشروع لنا بتقدم على هذا الصعيد، اضف الى مساله الدوله الفلسطينيه ويعني سحب الاعترافات التي جرت في العالم في دوله اسرائيل، والمقابل الالتفاف على الاعتراف بالحق الفلسطيني، نحن نعتبر ان هذه خطوات الى الامام يجب تدعيمها، ولا يمكن تدعيمها الا يعني بتوحيد الصف الفلسطيني، حتى الصينيين عندما يتحدثون انهم يريدوا ثلاث نقاط، وقف اطلاق النار هذه مساله هامه، والمساله الثانيه هي الحوكمه، عدم فصل الضفه عن 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 غزة وبالتالي ان يكون فلسطين لهم الحق وحدهم باداره يعني بلادهم ويشكلوا حكومه م. لكي تقوم بمراحل الاعمار النار كل هذه المسائل تقطع الطريق على كل المخططات الامريكيه والصهيونيه التي تحاول يعني ان تفرض اشكال جديده للتبعيه والوصاي والانقسام بين ال... وبالعكس هذا الانقسام، واضف الى ذلك النقطه الثالثه ايضا، لماذا لا نذهب الى المجموعه الدوليه؟ هذه المره ليست بوصايه امريكيه، بل ان تقوم الدول الحليفه والصديقه ومنها الصين ومنها روسيا، بل وهذا الموقف الذي تبلور في العالم حول حق الفلسطينيين في دولة لماذا لا تقوم هذه الدول هي بحمل هذه الرايه لكن اهم نقطه واهم سلاح سيكون بيدها هو الوحده الوطنيه الفلسطينيه لذلك هذه مساله هامه هي برسم الجميع وهي حقيقه محاوله الاستثمار السياسي للانتصارات التي تحققت اشكرك جزيل الشكر عضو المكتب السياسي في الجبهه الشعبيه لتحرير فلسطين سيد مروان عبد العال نبدأ مختاراتنا مشاهدينا مع مقال افتتاحي لعبد الباري عطوان عبر موقع راي اليوم الالكتروني. يقول الكاتب ان امريكا التي يزورها نتنياهو منقسمه تسودها الفوضى وتقف على اعتاب حرب اهليه وتواجه خطر التفكيك وانتخابات رئاسيه وتشريعيه تسودها الفوضى والارتباك بعد انسحاب جو بايدن او اجباره على الانسحاب من السباق. ويتابع ان زياره نتنياهو وخطابه امام الكونغرس قد يكونان الاخيرين ولن ينجح في تحقيق معظم اهدافه فهو يهرب من كيانه المنقسم بحثا عن الدعم الى دوله اكثر انقساما وتواجه الهزائم على عده جبهات ابرزها اوكرانيا. وعن زياره نتنياهو لواشنطن ايضا نقرا في تايمز اوف اسرائيل. التالي، يقول مسؤول امريكي ان من المتوقع ان يلتقي نتنياهو بالرئيس الامريكي ولكن لا كلام نهائيا بعد في هذا الموضوع نظرا الى مواصله بايدن تعافيه من فيروس كورونا ومستنده الى تقارير تقول الصحيفه الاسرائيليه ان دونالد ترامب رفض حتى الان تحديد موعد للقاء نتنياهو ومن غير الواضح اين ومتى سيعقد هذا الاجتماع. إذا وافق ترامب لكن قد يكون من الصعب تنظيم لقاء مع كل من ترامب وبايدن في اليوم نفسه لاسباب سياسيه وتقنيه ما قد يدفع نتنياهو الى تمديد زيارته الى نحو اسبوع وهو في منتصف الحرب دكتور يزبك اهلا ومرحبا بك مجددا في الحقيقه فيما يتعلق بالانتخابات الامريكيه تداعيات هذه الانتخابات الامريكيه وانسحاب جو بايدن من السباق الرئاسي مجيء كامالا هاريس والمنافسه مع دونالد ترامب كل هذه الامور هذا المشهد في الولايات المتحده الامريكيه كيف ينعكس على الحرب الدائره الان في قطاع غزه؟ هناك مراهنات اسرائيليه البعض في داخل كيان الاحتلال خاصه بنيامين نتنياهو يراهنون على وصول ترامب الى سده الرئاسه، هناك من يقول بان نتنياهو يريد اطاله امد هذه المعركه لوصول ترامب الى سده الرئاسه ليحصل على ما يريده في نهايه المطاف وتحقيق هذه الاهداف. هل تتوقع بان هذا الامر ممكن؟ نعم استاذ استاذ ملحم يعني واضح انه ما خطط له نتنياهو منذ اشهر لهذه الزياره لم يعني لم يتحقق بسبب الاوضاع التي حصلت في الولايات المتحده استقاله يعني خروج الرئيس بايدن من السباق الانتخابي وكل التعقيدات التي حصلت هذا لم يتوقعه نتنياهو حينما طلب واراد ان يعني ان يظهر امام الكونغرس الجميع يعتقد انا واعتقد بانه نتنياهو حينما طلب ان يكون خطاب له في الكونغرس وضغط بهذا الاتجاه هو اراد عمليا ان يرمم صورته في الداخل الاسرائيلي من خلال تواجده في الكونغرس الامريكي بمعنى انه في اسرائيل هنالك معارضه واضحه شديده جدا في الشارع الاسرائيلي والصحافه بمعظمها يعني هي تقف ضد نتنياهو وتتهمه يعني بالفاظ شديده يعني لم نسمع مثلها في الماضي ضد رئيس حكومه ما ايا كان يعني يتهمونه بالخيانه وبخيانه الامانه وغير ذلك من الالفاظ ونتنياهو اعتقد بانه يستطيع ان يصل الى الكونغرس يقفز عن الرئيس بايدن يعني حينما خطط لهذه الزيارة كما فعل بالضبط يعني نفس السيناريو الذي فعله مع الرئيس قبل حوالي عشر سنوات في في نفس الوضعية حينما كان في خلاف مع الرئاسة الأمريكية وهكذا يستطيع أن يبني صورته من جديد مع المجتمع الإسرائيلي بأنه هو البطل هو المخلص هو الكبير هو القائد هو الوحيد الذي يستطيع أن يقود المجتمع الإسرائيلي ولا أحد غيره يستطيع أن يقف وأن يشهدوه بهذا المشهد، لكن على ما يبدو أن الأمور بدأت تتغير وقرأنا العديد من يعني التعليقات حول الخطاب الذي سيخطبه نتنياهو كيف تغيرت بعض الجمل فيه ليخفف حدة الخطاب، يعني من في البداية في بداية التخطيط لهذا الخطاب كان نتنياهو يريد أن يكون هجومياً ضد الرئيس الامريكي وتحضيرا لما سياتي لاحقا باعتقاده انه يعني قد ياتي الرئيس ترامب ولكن حتى الان هو... حتى ترامب اصلا يعني لم يعطه موعد للقائه وهناك انت تعلم انه أه. يوجد خلافات هناك امتعاض من ترامب على بنيامين نتنياهو بسبب أه. ما حصل في نهايه ولايته نعم هذا كلام صحيح 100% ولذلك يعني نتنياهو على الرغم من ذلك هو كان يسعى ان يتزلف دعنا نستعمل هذا المصطلح لترامب يعني على حساب بايدن ومما قد يعني يجعله يحظى ب بلقاء مع مع ترامب، لكن حتى الان كما ذكرت حضرتك انه الاعلام يقول لنا انه لا يوجد يعني اي موعد لهذا مثل هذا اللقاء وهنالك شك ان كان سيكون موعدا لهذا اللقاء لانه حتى عند ترامب تم الاشاره في الماضي انه هنالك غضب من ترامب على نتنياهو بامور عده خاصه يعني حينما وقف نتنياهو الى جانب بايدن حينما خسر الانتخابات على كل الان السؤال الكبير هو الذي يضعه المجتمع الاسرائيلي او الصحافه الاسرائيليه تضعه على الطاوله هو الكلمه التي القى بها يعني مساء صبيحه هذا اليوم فجر هذا اليوم في في واشنطن امام ما يسمى الديكور الديكور بمعنى هؤلاء الذين رافقوه من جنود ومن قتلى واهالي قتلى واهالي مخطوفين اسرائيليين اسرى اسرائيليين جمعهم جميعا وصرح تصريحه الهام جدا لدى البعض يعني يعتقدون انه هام جدا وقال كلمه بانه الظروف قد نضجت وبدات تنضج من اجل تحقيق يعني صفقه تبادل هذه الجمله يعني احتلت العناوين الرئيسيه للصحافه الاسرائيليه صبيحه هذا اليوم والكل مشغول عمليا في اسرائيل ليحلل معنى هذه الجمله وهل الخطاب واللقاء فيما بعد اذا كان سيكون لقاء مع بايدن يوم الخميس واعطاء اشاره بانه يوم الخميس سيتم يعني ارسال وفد اسرائيلي من تل ابيب الى الدوحه للمشاركه باستمرار المفاوضات هو تغيير في موقف نتنياهو واراد ان يعلن عن هذا التغيير من واشنطن وليس من تل ابيب وذلك يوم الخميس يعني لماذا يوم الخميس بالذات هذا يعني لها أهمية أنه يوم الخميس تبدأ العطلة الصيفية للبرلمان الإسرائيلي للكنيسة وهكذا لا تستطيع الكنيسة أن تجتمع اجتماعا دوري لمعارضة ما اعلنه نتنياهو ويمنع من اليمين المتطرف الاسرائيلي يعني وضع عقبه امامه، هكذا يعتقد البعض، انا لا اعتقد ذلك ولكن هكذا يعني تميل الصحافه الاسرائيليه لتفسير الوضع باعطاء بريق امل لعائلات المخطوفين بأن نتنياهو يعني بدا يفكر تفكيرا جديدا بانه على استعداد لاتمام هذه الصفقه ولو على مراحل ولكن هنا في علامات سؤال كثيره جدا في نعم. هذا الشيء نعم طب معنا دكتور محمود يزبك مشاهدينا الحدث الفلسطيني حاضر بقوه في مواقع التواصل الاجتماعي وللمزيد من التفاصيل تنضم الينا زميله غاده سعد من الميادين اونلاين تفضلي غاده نعم ملحم بداية جولة اليوم سأبدأ من فيديو مؤلم جدا بعدسة المصورة الصحفية مريم أبو دقة هذا الفيديو الذي شاركته أيضا صفحة آي أون فلسطين فيديو لطفل فلسطيني فلسطيني يحتضن حذاء والده الذي ارتقى بقصف الاحتلال الإسرائيلي هذا هو الشيء الوحيد الذي تبقى للطفل من والده الذي ارتقى شهيدا ناشطون ملحم عبر السوشيال ميديا تداول بشكل كبير حال المواطنين النازحين من خان يونس صفحة آي أون بالستاين أيضا نشرت هذه الصورة وعلقت عليها النكبة متواصلة في غزة بدوره الصحفي حزم سلمان توجه برسالة إلى العالم فيما يتعلق في ظل حالة النزوح من خان يونس نشاهد معنا رسالة هذا الصحافي خذلانكم قتلنا خذلانكم هجرنا من بيوتنا وخذلانكم خلى الاحتلال الاسرائيلي يزيد بطشه علينا في هذه اللحظات الاحتلال الاسرائيلي ينذر هالمناطق الشرقية في مدينة خنيونس بالإخلاء فورا إلى المناطق الآمنة حسب ادعاءاته الكاذبة لمتى؟ بدنا نفهم بس لمتى التهجير من مكان لمكان لمتى وين الناس تروح لمتى أنتوا صامتين لمتى سكتين احنا تعبنا والله النزوح من مكان لمكان اشبه بخروج الروح انك تستقر في مكان وبعدين شيء ينذرك اقول لك اطلع من المكان في اقل من من اسبوع او اسبوعين تعبنا ايضا ملحم هذه الصوره التقطت الليله الماضيه للنازحين من خان يونس حيث يفترش المواطنون الشوارع والطرقات في محيط مستشفى ناصر بعد ان نزحوا من بين ايضا الفيديوهات المتداوله عبر السوشيال ميديا صفحه اي اون فلسطين نشرت فيديو لمواطن نزح من خان يونس يوجه رساله الى المسلمين والعرب نشاهد معا ماذا قال يعرفوا الرحمة يعرفوا الرحمة يرحمونا ويخلصوا خلصتنا مع باليهود خلص زهقنا روحنا تلعب نسوي لنا راحوا بناتنا راحوا تنياتنا راحوا هنبكي على ايضا هذا فيديو اخر لواقع الطفوله المسلوبه في غزه طفله نازحه تحمل دميتها في يدها وتتنقل من مكان الى اخر فيديو بعدسه المصور حازم سلمان من بين الفيديوهات المؤلمه جدا سيده تتوجه بالحديث مع زوجها الشهيد نشاهد معا ماذا قالت

ايضا ملحم فيديو لمسنه فلسطينيه توجه رساله استغاثه بعد اكثر من تسعه اشهر على العدوان والاباده المتواصله ونشاهد معا رساله هذه المسنه حرام يا فلسطين <applause> يا رب يصير هيك يا رب حرام يا رب شعب الاسلام شعب النبي عليه الصلاه والسلام صرخات متواصلة منذ عدة أشهر من بين أيضا الصور المتداولة هذه الصورة التي نشرها الصحفي المصور حسام شبات عبر صفحته على إنستغرام وعلق على هذه الصورة بالقول أصبح العيش هنا في الخيام من أصعب ما نمر به من حيث بحيث أن الأمر لا يطاق العيش بسبب ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف من حما تزامنا مع العدوان المتواصل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإلقاء كلمة أمام الكونغرس وهو الحدث الحاضر أيضا بقوة على عبر منصات التواصل الاجتماعي من بين أبرز التعليقات التي وردت على هذا الحدث السناتور الأمريكي بيرني ساندرز كتب عبر صفحته الرسمية على منصة اكس يقول لا ينبغي الترحيب بنتنياهو في الكونغرس بل على العكس من ذلك ينبغي إدانة سياسته في غزة والضفة الغربية ورفضه دعم حل الدولتين بشدة وكما ذكرت الشهر الماضي لن أحضر خطابه أيضا الناشط الأمريكي جاكسون هنكل كتب عبر صفحته الرسمية على أكس كتب قائلا نتنياهو مجرم الحرب وصل إلى أمريكا يجب اعتقاله فورا من بين أيضا التعليقات التعليقات عفوا هذا الناشط كتب سينظر إلى هذه اللقطات عبر التاريخ على أنها احتفال مثير للإشمئزاز بالقمع بالقمع الإمبراطوري العالمي وأختم مع هذا المنشور عبر منصة أكس ناشطون أيضا تداولوا ما تناولته الصحف الأمريكية صباح في الساعات الماضية بشأن أن نتنياهو طلب لقاء مع المرشح الرئاسي دونالد ترامب ولكن ترامب لم يرد عليها بالقبول أو الرفض حتى هذه الساعة أعود إليك ملحم غدا شكرا جزيلا لك اعود اليك دكتور محمود يزبك فيما يتعلق بما اوردته زميله غاده سعد في هذه الجوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ما ابرز ما لفتك فيها؟ نعم استاذي يعني ملحم هذا يعني يثير مشاعر يعني انا لا اعرف كيف اصفها هل هي غضب هل هي حزن هل هي يعني فيها مساس بمشاعرك الانسانيه كانسان يعني هذه الحرب وهذه الطريقة للحرب التي تقوم بها إسرائيل ضد أطفال غزة عمليا أخرجتنا من دائرة الإنسانية جعلت إنسانيتنا تصبح شيئا مشكوك فيه كبشر أينما كنا كبشر حينما أرى هذه الصورة لذلك الطفل الذي يحتل حذاء والده وبهذه الدموع أنه مشهد حقيقي يعني مشهد لا تستطيع أنت أن تتحمله كبشر كإنسان فما هذه فما هذا الذي يحصل لنا وامام اعيننا امام اعين الجميع واصبحنا نشاهد ماساتنا الانسانيه امام اعيننا ليس مهما الان ان كنت فلسطينيا ان كنت شيئا اخر لكن كانسان هذه الحرب الاسرائيليه العدوان الاسرائيلي المتواصل على غزه بهذه الطريقه حقيقه اخرجنا من دائره الانسانيه ولذلك يعني انا يعني هذا مؤلم، تألمت جدا جدا وانا اعتقد كل من شاهد هذا ولديه فقط شعور انساني ايا كان هذا الشعور يعني واضح انه اخرجه عن 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 طوعه وعن انسانيته ولذلك يعني لا يجد احيانا الكلمات التي يعبر بها عن هذه المشاهد الانسانيه التي وجدناها ورايناها، ولذلك حينما يقولون الحرب يجب ان تتوقف وان نتنياهو هذا المسؤول عن هذه الحرب يريد انقاذ نفسه على دماء هؤلاء الاطفال الذين نشاهدهم هذا وصلنا الى يعني في حروب العالم كلها في التاريخ يعني وانا ما دارس تاريخ لم اجد يعني حتى الان مثل هذه الحرب وبهذه البشاعه التي حصلت يعني حينما الناس وعدوهم بانكم تجلسون تقيمون في منطقه امنه في شرق خان يونس، يعني اسرائيل وعدت ان تكون منطقه امنه وفي لحظه يتم اخراج حوالي أربعمائة الف انسان يسكنون في هذه المنطقه الامنه التي تسمى امنه، خيم وغير خيم ومن ثم يتم اخراجهم وكل من يخرج راينا عدد اعداد القتلى والشهداء والجرحى خلال يوم واحد يزيد عن مئات الناس يقتلون في الشارع، انظر يعني حينما ترى هذه الام واطفالها بين يديها تخرج من المنطقه الامنه التي يعني حينما اسرائيل تعد الناس بانكم تاتون الى مأ... مأ... اماكن امنه هي من... منذ البدايه تكذب عليهم لانه لا يريدون ابقاء منطقه امنه، وحينما سمعنا تصريح نتنياهو في ليله البارحه بان الامور قد نضجت، معنى ذلك هو يقول انني استطعت أن أخضع الأطفال والنساء والأولاد في غزة وهنا سأدمر هؤلاء الأطفال لأقول للإسرائيليين بأننا انتصرنا يعني نتنيا يحضر الساحة ليقول للإسرائيليين انتصر على دماء هؤلاء الأطفال على هذا الطفل الذي كان يحمل حذاء والده ويبكي هذا انتصار بالنسبة للزعامة القيادة الإسرائيلية في قطاع غزة وكان يمكن أن تنهي لا. هذه الحرب قبل أشهر عديدة وفيه كرامة للجميع دون أن نصل إلى هذه المشاهد الغير إنسانية التي نشاهدها والتي ستبقى في ذاكرة الجميع حتى بعد انتهاء الحرب وحتى لو تم توقيع اتفاق سلام ليس فقط صلحا إلى لكن هذه المشاهد لن تمحى من رأس ومن عقل ومن نظر كل من شاهدها الآن أمام عيوننا. لانها مؤثره جدا جدا وتؤثر في كل الاجيال القادمه فيجب اعاده التفكير في كل ما يحصل امام اعيننا من هذا من هذه الماساه نعم مشاهدينا نستكمل مختاراتنا في الصحافه العربيه والاجنبيه وننتقل الى صحيفه نيويورك تايمز التي نقرا بعض ما جاء في مقال مشترك فيها لكاتبين من القدس المحتله وبيروت يقول المقال ان اسرائيل تخاطر بحرب شامله مع حزب الله مع العلم بان الهدنه في غزه قد تقلل من هذا الخطر ويتابع انه بعد اكثر من تسعه اشهر من الحرب اصبح خطر نشوب حرب شامله اعلى من اي وقت مضى وقد تزايدت فرص حدوث سوء تقدير في الاسابيع الاخيره عقب هجمات وتصريحات استفزازيه والتهديد بالتصعيد الاقليمي من جراء غاره بطائره من دون طيار على تل ابيب اعلن اليمنيون مسؤوليتهم عنها وبناء عليه فان خطر التصعيد مرتفع للغايه لان كلا الطرفين يتكبد خسائر كبيره ما يجعل من الصعب على اي منهما التراجع. ويختم لا يوجد طريق واضح لتهدئه التصعيد اذا فشلت المفاوضات بشان غزه. اذا فشلت المفاوضات دكتور يزبك بشان غزه لا امكانيه حتى الان لدى اي طرف لدى اي دوله من ضبط عمليه التصعيد التي ستحصل في المنطقه. هل تدرك اسرائيل هذا الامر جيدا؟ تدرك اسرائيل لانه حسب تصرف الحكومه الاسرائيليه هي تعتقد بانه اذا ما داهمها الخطر وكان خطرا حقيقيا عليها يوجد من يقف امام هذا الخطر وهو الولايات المتحده الامريكيه، المشكله في الشرق الاوسط كلها تتلخص في انه هنالك دوله واحده كبيره عظمى تسمي نفسها تريد الاستمرار هذه الحرب والحفاظ على إسرائيل وإسرائيل تستغل هذا الوضع وانظر ماذا كان نتنياهو قبل يعني صعوده إلى الطائرة من تل أبيب إلى واشنطن قال بأن الولايات المتحدة الأمريكية لديها أهم حليف في الشرق الأوسط وهي إسرائيل ليس يعني قلب الايه بانه يعني كانه يعني يحمل امريكا جميله مثل ما نقول بالعرب الدارج انه هو حليف لي للولايات المتحدة ولذلك الصحافة الإسرائيلية استهزأت بهذا الكلام أنه من نحن من مين يعني دولة إسرائيل أن تقارنها بأنها هي الحليف الأهم بينما أمريكا هي التي تحافظ على وجود إسرائيل ولولا أمريكا لك الكل يعرف أنه يعني ما هو وضع إسرائيل ولذلك هذه القياده الاسرائيليه وخاصه نتنياهو واليمين المتطرف الاسرائيلي يعني يخاطرون بكل شيء دون حقيقه ادراك الى اي مدى ممكن ايصال الامور اذا لم يتم التوصل الى اتفاق ووقف الحرب، يعني في شمال اسرائيل حزب الله حينما يعد والكل يعرف انه حزب الله والسيد حسن نصر الله هو صاحب الوعد الصادق واذا وعد نفذ انه اوقفوا الحرب في قطاع غزه تقف الحرب على الحدود الشماليه، ولذلك المجتمع الاسرائيلي يتوقع ان يحدث مثل هذا الشيء، واما لو نظرت الى قبل اشهر وسمعت وزير الدفاع الاسرائيلي حينما كان يتحدث بالنسبه للجبهه الجنوبيه فكان يقول حتى لو اوقف حزب الله الحرب فنحن سنستمر وسندخل الى جنوب لبنان، والكل يتساءل في اسرائيل يعني اي ولد بالشارع يتساءل هل لدى الجيش الاسرائيلي المقدره انه يدخل الى جنوب لبنان انه يعني تدخل قوات راجله ودبابات الى جنوب لبنان اذا في غزه أن يعني الجيش الاسرائيلي اعترف بانه مجموعه الدبابات التي تم تدميرها لا يعني كميات كبيره جدا لم ينطقوا بال 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 بالرقم أه. الصحيح نعم ولكن الكل يفهم بانه كميه اكبر بكثير مما تم الاعلان عنه ولذلك يقولون ان هنالك نقص بالعده والعتاد والناس وتم الاعتراف رسميا من قبل الجيش الاسرائيلي بانه حوالي 8000 جندي خرجوا عن الخدمه العسكريه في اسرائيل، اما قتيلا واما جريحا واما مريضا نفسيا، وكل هذا يؤدي الى الازمه الداخليه في اسرائيل وازمه التجنيد، ولذلك يريدون تجنيد حتى الحريديم هذه لاول مره منذ عام 48 لانه هنالك نقص في القوات، فمن لديه هذا النقص في القوات هل يستطيع ان يعمل يعني ان يقوم بتصريحات عن جهيه لا, 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 لا قاعده لها ولا اساس ولذلك الكل في المجتمع الاسرائيلي اليوم يعني حينما تقرا الاستطلاعات يفهمون بأن الوحيد الذي يمنع الوصول الى اتفاق وصفقة تبادل هو نتنياهو لأنه يريد أن يحافظ على مصلحته الشخصية وليس على مصلحة دولته لأنه حتى الجيش الإسرائيلي قال بأنه إسرائيل لن تستطيع الانتصار في هذه الحرب في قطاع غزة أكثر من هيك من يعني أكثر من الجيش الإسرائيلي من يستطيع أن يصرح مثل هذا التصريح رئيس الأركان في الجيش الإسرائيلي يقول في الأيام الأخيرة أنه إحنا على استعداد أن نوقف الحرب ولدينا الإمكانية أنه خلال شهر ونص ننهي كل القضية المتعلقة بالأسرة وإخراج كل الجنود الإسرائيليين من قطاع غزة ونستطيع أن نحافظ على أمن إسرائيل يعني إذا رئيس الأركان يقول هذا للمجتمع الإسرائيلي فمن يستطيع بعد ذلك أن ينفي مثل هذا الكلام لكن نتنياهو يعرف هنا هي القضية والتراجيديا التي نعيشها جميعا الآن في هذه المرحلة أنه نتنياهو يعرف أنه إذا أوقف الحرب ووصل إلى اتفاق هو ينزل عن مصلحه التاريخ خاسرا وفاشلا، نعم. اما من خلال لجنه التحقيق او السجن اذا امرت لجنه التحقيق في نهايه الامر انه هو المسؤول الاساسي عن هزيمه 7 اكتوبر وهزيمه في هذه الحرب في قطاع غزه، والكل يتوقع انه نعم بما انه هو القائد الاعلى للجيوش الاسرائيليه بصفته رئيس الحكومه، اذا هو المسؤول عن كل ما يحصل وهو لا يريد أن يصل إلى هذه المرحلة وأن يدفع الثمن الشخصي له ولذلك يضحي مثلما يقول الإسرائيليون بمصالح إسرائيل من أجل مصلحتها الشخصية نعم مشاهدينا ننتقل إلى اليمن ومحور المقاومة ومقال لعريب الرنتاوي عبر موقع الميادين يقول الكاتب إن الرد اليمني على العدوان الإسرائيلي آت لا ريب فيه فهي مسألة وقت لا أكثر ويتابع ثمه مروحه خيارات امام القياده اليمنيه لا تبدا باغلاق باب المندب ولا تنتهي بضرب المنشات النفطيه ومحطات الطاقه والامونيا في اسرائيل ان المسيره اليمنيه يافا وعدوان اليد الطويله فتحا صفحه الحرب الاقليميه التي لا يجوز معها سوى التفكير في خيار الانتصار ويخلص الى القول ان الحرب لم تعد تقتصر على جغرافيا فلسطين ولا حتى على الجبهه اليمنيه الاسرائيليه، هذه معركه الاقليم برمته، صورته ومكانته وانحيازاته خياراته المستقبليه هي معركه الوجود ولا يجوز معها السماح للحلف الصهيوني الاستعماري بالظفر، ان اسرائيل اعجز عن خوض الحرب على اكثر من جبهه برغم الادعاءات المنتفخه. ان الهجمات المنسقه والتصعيد المتزامنه هما اللذان سيحدثان فرقا. دكتور يزبك المسيره يافا التي اطلقت من اليمن وضربت هدفا في تل ابيب في الحقيقه يعني اربكت المشهد داخل كيان الاحتلال الاسرائيلي بشكل كبير جدا حتى ان الان بعد الاعتداءات الاسرائيليه على الحديده وكانت اعتداءات استعراضيه كما وصفها البعض يعني من خلال انتقاء هذا الهدف بهذا الشكل بالتالي الان اسرائيل تتحسب للرد اليمني المتوقع والذي اعلنت القوات المسلحه بانه ات لا محاله كيف تنظر الى المشهد ما بعد قصف تل ابيب وما بعد الاعتداء الاسرائيلي على الحديده نعم يعني المسيره حينما وصلت الى تل ابيب وسقطت هناك واوقعت قتيل وجرحى الى اخره ومن ثم قامت وسائل اعلام اسرائيليه بمقابله ناس بالشارع يعني سالتهم عن مشاعرهم حول هذا الامر حينما تكشف انت رايت خلال اجابات الناس العاديين بالشارع الرعب الذي حصل انه كيف ممكن ان تاتي مسيره من اليمن وتعبر كل هذه المسافة لا تستطيع أي رادارات لا أمريكية ولا بريطانية ولا حليفة لإسرائيل في المنطقة أن تكتشفها ومن ثم تسقط على بعد يعني أمطار عديدة من السفارة الأمريكية سابقا في تل أبيب و يعني هذا الشيء خلق أجواء أجواء هائلة من الرعب في اسرائيل انه تل ابيب هي القلب النابض لاسرائيل، لا ننسى انه حوالي نصف سكان اسرائيل يسكنون في منطقه الوسط، في منطقه تل ابيب حوالي 4 مليون انسان يعني يسكنون هناك. فاذا اصبحت اسرائيل من من جنوبها الى شمالها الى وسطها غير امنه، يعني هنالك من اعتقد حتى الان انه الحرب في قطاع غزه هي في الاطراف في الهامش، دعنا نقول هامش من ناحية جغرافية الإسرائيلي، no. والشمالية كذلك على الحدود الشمالية مع جنوب لبنان، كذلك في الهامش من ناحية جغرافية. ولكن أن يصل الحرب من إيلات وحتى شمال إسرائيل وقلب إسرائيل، هذا خلق جواً جديداً وأجواءً جديدة، ولذلك إذا أنت انتبهنا جميعاً إلى التصريح الأهم باعتقادي كان وزير الدفاع الإسرائيلي غالانت بعد ان يعني وجهوا الطائرات الاسرائيليه الى ميناء الحديده، قال أن الشرق الاوسط سيرى الان اللهب يشتعل في اليمن، يعني بمعنى انه اختيار هذا الهدف الذي تم الحديث عنه وهي مصافي البترول وهي مخازن البترول في ميناء الحديده، هو اختاروا هذا الهدف اختيارا دقيقا لان ستشتعل النيران وهذا اللهيب سيؤدي إلى أن الشرق الأوسط كله ينظر إلى هناك وكأن قوة إسرائيل في هذه النيران هذا دليل على أن قوة إسرائيل هي قوة محدودة لا تستطيع أن تصل حتى إلى قاعدة عسكرية يعني إلى في, في اليمن بل إلى, إلى... 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 إلى, إلى, إلى أهداف مدنية لكن هل هذا طمأن الإسرائيليين بأن إسرائيل لديها المقدرة على أن تقف أمام كل هذه الجبهات المختلفة ونتنياهو يريد استغلال أن هنالك سبع جبهات ليوحد المجتمع الإسرائيلي داخليا بقيادته ضد الخارج ولكن حتى في هذه القضية فشلت لأن الضربة اليمنية يعني زعزعت الثقة الإسرائيلية بمقدرة الجيش الإسرائيلي على التحدي وأن يصل يده إلى غزة من ناحية وشمال اسرائيل من ناحيه والى نعم. هذه الجبهات المختلفه يعني هذه الجبهات مع بعض البعض زعزعت الثقه بشكل كامل لدى المجتمع الاسرائيلي وهي القضيه الاهم بالنسبه انا باعتقادي وليس القضيه العسكريه قضيه نعم. هل المجتمع يستطيع ان يتحمل ضربات عسكريه دون ان يكون لدى الجيش الاسرائيلي امكانيه لاستيعابها ام لا هذا اثبت هذا هو السؤال صحيح هذا هو السؤال المهم وهذه الضربه ربما تكون اثبتت بالفعل عدم القدره الاسرائيليه ابقى معنا دكتور يزبك مشاهدينا نختم مختاراتنا مع مقال اسرائيلي بعنوان تعالوا نقصف لهاي نطالع في هذا المقال نطالع هذا المقال في صحيفه عارس الاسرائيليه للكاتب بميخائيل وفي سياقه نقرا يبدو انه لم يعد هناك مفر يجب قصف لهاي لمسح كل القضاه الذين يعششون هناك عن وجه الارض ولم يعد هناك اي شك في ان لاهاي ومحاكمها هما اسوأ اعداء اسرائيل والشعب اليهودي انهم لا يشوهون فقط ويحرضون ويطلقون العنان لغرائزهم المعادية للساميه بل يفعلون بنا الاسوأ ايضا يقولون الحقيقه عنا ويتابع بما ان لاهاي الكبرى يعمل فيها 33 قاضيا دوليا فان قتل ثلاثه الاف مواطن هولندي سيكون بالتاكيد في اطار الاضرار الجانبيه المعقوله ويختم بالفعل ما هم ثلاثه من الوثنيين الهولنديين القتلى مقارنه بالدفاع عن دوله اسرائيل وربما بانقاذ الشعب اليهودي باكمله دكتور يزبك هذا هو التطرف اليهودي ال <ال <by> ال <النيع> الذي يعني نستمع اليه عاده في تصريحات سموتريتش وبنجفير وبعض أساس ال الاسرائيليين خاصه ذلك الذي, <الذي دعا الى قصف غزه بالنووي ومنهم من دعوا الى قصف ايران بالنووي ولبنان بالنووي وبالتالي لماذا العالم السؤال هنا ونحن نتحدث يعني عن مطالب بقصف لاهاي ومسح لاهاي عن وجه الخارطه وقصفها بالنووي وبالتالي لماذا العالم لا يعني يحرك ساكنا في مقابل هذه التصريحات المتطرفه التي لم يسبق لها مثيل ولا نسمعها في الحقيقه في تصريحات مشابهه ربما وفي دول اخرى في العالم. استاذ اولا يعني يعني هذا المقال الذي تفضلت به حضرتك لميخائيل هو مقال استهزائي يعني هذه الكلمات التي قراتها من المقال هي تستهزئ بالعقليه اليمينيه الاسرائيليه وهو طبعا انسان يساري وله هدف اخر من هذا المقال ان يتهم اسرائيل بما تفعله في غزه قتل المدنيين والاطفال وهذه الالاف من الفلسطينيين ويقول لهم مثلما تف... يعني كانكم أصبحتم فوق قانون العالم وإذا ما لا يعجبكم كما تقولون أيها اليمين المتطرف الإسرائيلي أنه أينما لا يعجبكم شيء فتقولون هذا لا سامي ويجب قتله ويجب القضاء عليه ولكنه صحيح ولكنه يعبر عن واقع في إسرائيل بدأ يعني يتصاعد كثيرا خاصة كما تتفضل دكتور يزبك اليمين المتطرف الآن يعني وصل إلى القمة في تصريحاته المتطرفة هذه ولذلك ميخائيل يهزأ من هذه من هذا اليمين المتطرف ويقول لهم أن طريقتكم بالقتل والذبح واستعمال القوة التي لا حدود لها باعتقادكم هي كلام فارغ ولا أماء ولا طريق أمام المجتمع الإسرائيلي والحكومات الإسرائيلية أيا كانت تكون إلا التوصل إلى سلام مع المنطقة التي يعيشون بها هذا ما يقوله ميخائيل وهذا يعني رأي أنا باعتقادي سديد يعني هذا الاستهزاء باليمين الاسرائيلي وبالحكومه الاسرائيليه بانه اي معارض في العالم لاسرائيل للحكومه الاسرائيليه فيتم في اتهامه باللاساميه، وهذا ما قاله وهذا ما يفعله اليمين المتطرف الاسرائيلي، فكل من يعارض سياسه الحكومه الاسرائيليه يصبح لدى اليمين الاسرائيلي هو لاسامي سامي ويمكن ويجب محاكمته او حتى قتله. ولذلك هذه سياسة إسرائيلية جديدة بالنسبة لليمين المتصرف في نعم. أشكرك دكتور محمود يزبك أستاذ دراسات الشرق أوسطية في جامعة حيفا كنت معنا من الناصرة والختام دائما مشاهدينا بصوت فلسطين في العالم وهذه المرة مع لقطة من إحدى التظاهرات في هولندا نصرة لغزة وفلسطين لقطه لرفع العلم الفلسطيني بطريقه وكانها جزء من فيلم سينمائي يشاهده العالم اسمه فلسطين نتابع معا والى اللقاء في التغطيه المستمره عبر الميادين